نضالية لجميع السائقين المهنيين أينما كانوا أينما وجدوا. فلهذا حنا كنشكروا جميع السلطات على هذه البادرة وهذه المعاونة اللي كيعاونوا السائق المهني. فلهذا هاد الخطافة ما بغاوش يبعدوا منا، لحقاش السائق المهني دائما كيبقى واقف في البلاكة ديال الطاكسي بالساعتين وثلاث سوايع وما كيدي حتى كورسة. علاش؟ لحقاش هاد الناس الخطافة هاد النقل السري ما بغاوش يعطيونا اتساع. واش حنا غادي نبقاو جالسين كارين روسيطا كارين السيارة ب 40,000 فرنك و 50,000 فرنك في النهار وما نخدموش؟ كنشكروا رجال الامن الوطني على هذه البادره وعلى هذه المعاونه اللي كيعاونونا، وتحياتي للمدير الامن الحموشي في السوق النموذجي اللي كيتواجد باب مراكش. دائما هاد الخطافه السنغاليين كيجيو يدوا لنا الزبائن وكيبقاو الطاكسيات لا الصغار ولا الكبار واقفين مساكن لا خدمه لا ردمه. ومنين غيخلصوا هاد الروسيطه؟ لا ما كانش هاد السائق المهني غادي تدخل السلطات باش تحارب معنا هاد النقل السري. وكنشكروا الصحافه وكنشكروا جميع المسؤولين على الامن الوطني وكنشكروا المدير الامن ديال المغرب السيد الحموشي وحميد البحري وجميع السلطات، وشكرا. هادشي كنعيشوه دائما، هاد النقل السري الممنهج ديال الاخوان ديالنا وما اخوان ديالنا افارقه جنوب الصحراء كيهزوا الافارقه جنوب الصحراء. يعني الى شتي المحطه ديالنا حنايا ما بقى لينا ما نهزوا، كيهزوا. وهذا الشيء راه عينا منه. والمحطه ديالنا كنا كنتحاربوا معاهم على اساس انهم كيستاسيونيو لينا فيها وما بعدوا شويه بالمحطه، ولكن باقي النقل السري. يعني الاتجاهات اللي كيديروا الولفه فرح السلام فين كيسكنوا الافارقه؟ حنا كنعيشوا هذا المشكل ديال النقل السري ديال الافارقه. هذا الشيء علاش خاص السلطات تعاون معنا. كيف حنايا خدامين في قطاع الطاكسي وكنخلصوا المسائل ديالنا، ما يهمنا وما علينا. وغالبا هاد ديال السيارات كيكونوا لوكاسيون مكريين كيخدموا بهم على لونغ ديري، كيكري طوموبيل على 6 شهور على عام على وكيبقى خدام بها نقل سري. اللي لقاه في طريقه لقى افريقي يهزو، لقى مغربي يهزو، ولاو كيوقفوا على الزبناء ديالنا في الاتجاه ديالنا. وهذا ما كان الاخوان، شكرا وتحيه لجميع الاخوان السائقين المهنيين، وشكرا لك.